حياكم الله مشاهدين ومتابعين برنامج غبقة رمضانية. اليوم ضيفتي اسم على مسمى شيخة التفاؤل وشيخة البسمة الجميلة أكيد والحب والحياة، شيخة انتصار سالم علي الصباح. يا هلا مرحبا فيك، كل عام بخير وانت بصحة وسلامة، مشكورين وحياكم الله. حياك الله، نقول لك كل عام بخير وبمناسبة شهر رمضان. سلمك. واليوم احنا وياك في هذه الأجواء نبي نعرف على طول شيخة شي من غير مقدمات، شنو أهم الأشياء اللي تحرصين عليها في شهر رمضان؟ أول شيء رمضان، يا قبل رمضان بيوم يا بيوم رمضان لازم أمر على هل. وثاني شيء أشرب ماء أكثر. أنا الماء أشرب وايد بس برمضان أشرب أكثر عشان ما نشرب طوال وقت الصيام. والشيء الثالث اللي أحرص عليه في رمضان يمكن أروح حق أمي وقت اللي يطبخون، يعني بعد أذان العصر. هالوقت يكون مميز، كل بيوت الكويت كلها أنا عشان بالطبع. أنا مكتبي يم بيت أبوي، فأطلع المكتب أروح البيت قبل ما أروح بيتنا. مشاهدينا يمكن ما يعرفون ان شيخة انتصار ما شاء الله تقعد مبكر في الايام العاديه وتنام مبكر، لكن في شهر رمضان يختلف هذا الجو. والله يتغير نومي ساعتين بس، يمكن انام اذا نمت اول ايام، لا ما نمت اول ايام ما نام، ما يتغير علي وايد، بس بعدين على اخر 10 يتغير علي ساعه ساعتين زياده فقط. انا مو النوع اللي يحب السهر، يعني حتى شهر رمضان ما شاء الله يعني الكويتي يمكن اغلبهم يسهرون في هذا الشهر. ماني منهم، مبكر مبكر. حلو، زين. يمكن يعني معروف شهر رمضان الغبقات تكثر عشان شذي انا مبكر، عشان تكون بعيدة عنهم. عشان شذي انا مبكر، انا ما مو مال الغبقات، انا اول 3 ايام بس عند الوالده، دائما اول 3 ايام برمضان تستقبل، فاقعد عندها خلص 11 ونص 12 اروح البيت انام. هاي سهرتي اول الايام، اخر الايام على شيء ثاني. يعني تكون الزوار اللي ويا الاهل اول ايام. يمكن يعني شيخه وايد معروف عندنا ان بعض الشباب الحين في شهر رمضان شوي يروحون دوامها بالغصب من السهر من التعب اللي يكون موجود، مع ان شهر رمضان المفروض الواحد يكون متفائل يجيب ابتسامه، تكون الصفات مالته شوي تتغير. شنو توجهين لهم الشباب؟ والله شوف، لكل ما يهوى. انا وحده برمضان الاقي الشغل يصير احلى، تركيزي احسن، هدوء اكثر. مثل ما تقول في ناس تكون نايمه وهي قاعده على المكاتب، انا لا، انا عكس الحمد لله. انا يكون الشغل عندي اركز واستمتع فيه اكثر، وبعدين لما يكون المعده خاليه من الاكل ما في ثقل، يصير ما ادري. انا بالنسبه حقي رمضان حلو، يمكن عشان ما اسهر وانا لاني شربت قهوه ولا شربت شاي، فيمكن يفرق علي. يمكن يشربون قهوه شاي يتعبون، انا له الحمد ما اتعب. حلو، بس النهار يعني ولا أطول. ولا ولا اكل اكل بالليل ما تسحرين؟ لا لا، فاكون مرتاحه الصبح. اظنتي هو كل عقلي، يعني برمج نفسي على هالشيء. برمجة انا يعني طول عمري مثلا ما عندي مشكله في رمضان اشوف غيري لا يتمقطون في رمضان، فقلت الفرق بيني وبينكم انتم تقولون لازم تاكلون، انا اقول لا ما قاعد اكل، فهذا الواقع اني ما اقدر اكل لعقب، واقدر اشرب ماي لعقب. إيه؟ اذا كليت مثلا تمره ولا شيء قبل ما انام. حلو، زين. بالنسبه حق يعني اللي النهار شوي طويل ساعاته شوي تكون اكثر، خاصه الحين ما اكثر، بس جميل، ليش لا؟ بالعكس يصير عندنا وقت اطول نريح المعده فيه. ترى الصيام حتى علميا اثبتوا زين، واحنا كلنا ننطر ناكل ننطر ناكل. خفه بالصيام، الخفه حلوه. شنو يفرق شيخه عن قبل والحين، يعني رمضان بين الامس واليوم اذا بنقول، شنو اللي تغير عليك؟ والله الدنيا تتغير، يعني شفت امي تلاقيها تقول وي اول رمضان احسن، الحين احنا نقول اول رمضان. كل واحد يشوف ان الماضي كان احسن، فرق خلينا نقول صار. انا يعني بالنسبه حقي انا صار عندي عائلتي، فاول لا كل يوم اروح عند بيت اهلي، الحين لا ما اروح، عندي عائلتي وصرنا وايد، فصرنا نفطر في البيت، مرات نروح حق اهلي، يعني مره بالاسبوع مثلا نروح حق اهلي، بس الباقي كاني في البيت. يمكن هذا اكثر شيء فرق عندي. واول نطبخ، يعني انا ما اطبخ على ما ارجع البيت، ما عندي وقت اطبخ، ولا اني اصلا محبه وايد للطبخ مثل اول. يعني قبل كان عندك اول احب اطبخ، احب اطبخ، اول فاضيه عيال وبيت ومطبخ. حياك الله يا شيخه مره ثانيه، بنكمل الحوار. كنا من العادات الكويتيه اللي معروفه وايد واللي مشهوره عندنا النقصه، وانت تحرصين يعني ما شاء الله عليها، كلمينا شوي عنها.
والله النقصة خاصة برمضان يصير كله من يطرش حق الباجي أكل. يعني أنا ما أدري، أنا تعودت من بيت أبوي، أنا أمي دائما تنقص حق الكل، فبرمضان لا إله إلا الله كل الناس يوصلهم أكل. في شغلات معينة نقصة شيخ انتصار شنو راح تكون؟ نقصتي أنا؟ والله أنا ما يطلع نقصة وايد مني. يعني أنا بالنسبة حق رمضان ما أحب الأكل وايد، من كثر ما ييني أكل إذا طرشت الشيء صغير. مرات يعني الناس ما شاء الله كرمهم كبير بس يجيبون وايد أكل، ما تلاقون برمضان إنه ما تدري شو تسوي في الأكل. أنا من كثر ما يصير في أكل أقول الله خليكم لا تطرشوا لي أكل، ترى أنا أكل شوية برمضان، خاصة برمضان أحب الأكل ولكن ما أكل 20 نوع، عندي شيئين ثلاثة وبس وقف. شنو هم العشيين الأطباق اللي تحكي؟ أول شيء تخانق، كلنا تخانق على القرع اللي على التشريبة. مو تشريبة أنا، القرع اللي على التشريبة. والباقي ما يهم. هريس لازم يريس. هريس تشريب، هذا من بيت أبوي كل يوم يينا هريس تشريب. إحنا في البيت نطبخ هذا شيء ثاني. حلو. ممكن قبل شوي تكلمنا عن الفرق بين النهار الحين وقبل. والتغير اللي صار أيام القرقيعان وبطبيلة، شو تتذكرين من هذه الأيام؟ شوف أنا ربيت ما عندنا يران، كنا بيتنا بعيد عن الناس، فما يقولوا لي بطبيلة، كنت ما مر علي، ماني قاعدة بفريج، قاعدة ببيت بعيد ما عندنا بطبيلة. القرقيعان ما رحنا قرقيعان، بس بناتي وديتهم قرقيعان. أول بيتنا على ما أروح أي أقرب ناس ساعة إلا ربع بالسيارة. وبعدين سكننا خرطبة ما عندنا جيران، هم بعيد عن الناس، فأنا ما قرقعت بس بناتي قرقعوا، كنت أوديهم كل قرقيعان قرقعون، كل مرة أوديهم منطقة. حلو. شنو بعد من العادات اللي حرصتي يمكن شيخة أنك توصلينها اليوم حق بناتي خاصة في شهر رمضان؟ ما أدري والله شو العادات اللي نوصلها. يعني أنا بالنسبة حق رمضان وقت شهر راحة، أنا بالنسبة حقي شهر راحة. الناس في عندي وقت، يعني بما أن الدوام أقل فيصير عندي وقت أطول حق أنا وحق بناتي. فشنو وصلت لهم؟ يكون أكثر شيء برمضان أنا اللي أحبه برمضان أشوف أهلي أكثر. الزوار يعني أنا مثلا الأيام العادية أروح حق أهلي ساعة لربع باليوم، برمضان لا أكون ساعتين، وأول الأيام لا أكثر، بس بعدين ساعتين ثلاثة مرات أربعة إذا فطرنا، فيصير عندي وقت مع أهلي أكثر. إن شاء الله. حياك الله نورتينا فيه. شاكرت لكم وعساكم من عوادة وتصومون إن شاء الله كل سنة، وتبتسمون إن شاء الله كل سنة في رمضان. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة. شاكرت لكم. الله يسلمك.